تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه ونشكره على فضله ومنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأخوة أرحب بكم في لقاء جديد أتدارس فيه معكم سبب من أسباب مغفرة ربي سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم نعم إن تقوى الله جل وعلا من أسباب مغفرة رب العزة والجلال كما في هذه الآية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم أي أنه هو الذي يمتن ويتفضل على بعض عباده فيجعلهم يسيرون نحو جناب التقوى التقوى معنى في النفس يدفع صاحبه لفعل الطاعات والابتعاد عن السيئات وهذا المعنى يزرعه في القلب معان منها مخافة رب العزة والجلال وكيف لا نخاف من الله ونحن نشاهد عقوباته في الأرض في من حولنا وفي من سبقنا وكيف لا نخاف من الله ونحن نشاهد قدرته جل وعلا وكيف لا نخاف من الله ونحن غدا واقفون بين يديه وسيحاسبنا على اعمالنا كلها ومن المواد التي تزرع تقوى الله في القلوب ان نكون راجين له مؤملين في فضله واحسانه كما ان من المواد التي تزرع التقوى في القلب ان نكون محبين لله عز وجل كما قال والذين آمنوا أشد حباً لله، والمحب لمن يحب مطيع كما قيل عند من سبقنا. ثم إن من المعاني التي تزرع التقوى في القلوب أن يكون الإنسان مستشعراً لمراقبة رب العزة والجلال. إن الله لا يخفى عليه شيء من أحوالك، بل هو مطلع على ما في قلبك، كما قال سبحانه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال سبحانه يعلم السر وأخفى فهذه المراقبة الإلهية التي تتعلق بأعمالك يا أيها الإنسان تجعلك تزرع التقوى في قلبك وبالتالي تبادر إلى الطاعات وتبتعد عن المعاصي والسيئات فيجعل كذلك ممن يغفر الله لهم غفر الله لكم وبارك لكم ووفقكم لكل خير وزرع الله التقوى في قلوبكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين